من ضمن الاسئله، ايه افضل طريقه للتعامل مع ولي امر بيفضل طول الحصه قاعد بيتكلم مع باقي اهل بيته جنبي والحصه شغاله، واحيانا بياكلوا جنبي، احيانا بيتكلموا مع الطلاب اثناء الحصه؟ التعامل مع الفئه دي نصيحتي انك ترمي الكره في ملعبهم، بمعنى ان الطريقه الغلط انك تخرج تقول يا جماعه حرام عليكم مش عارف اركز، يعني حرام كده، دي الطريقه الاسوأ. ليه؟ لان انت كده بتنتهج، يقول لك انت قاعد في بيت انا حر كده، فدي طريقه اوفنسيف او طريقه حاده. الطريقه النفسيه بقى اللي انت شاطر انك تطبقها، انك وانت قاعد معاه انك تتكلم معاه بطريقه ايه، تقول له تاخده كده على جنب، بتقول له انا لاحظت، ونقول ان ابنه مازن مثلا معاك في الدرس، انا لاحظت ان ابنك مازن مش عارف يركز بسبب ان في اصوات طالعه من الغرفه اللي جنبك. ده بيدي حته نفسيه ان الشخص اللي قدامك هو فعلا عاوز، خايف على ابنه. فانت هنا في هذا المنطق هو بيكون بالنسبه له الدنيا ايه، ده لا انا خايف على ابني، فبالنسبه له هيحاول انه يراعي هذا الموضوع. ولكن لو ما التزمش، يا اما تشوف بيت تاني طالب تاني تروح له، يعني لو خمسه مثلا طلاب تشوف بيت تاني تروح لهذا الشخص، لو مش هينفع اتكلم معاه بشكل مباشر انك مش عارف تركز او الطلبه مش عارفين يركزوا، ولكن فكره انك تعتقد ان الناس حساسه او سنسيتيف فهتراعي او هتلاحظ هذا الموضوع، لا تعتمد على هذا الشكل. حاول انك تعرف بان الطريقه دي لازم فيها يبقى فيها مباشره، والمباشره هي الطريقه اللي انا قلتها لك، وبالتوفيق باذن الله.